يعطيكم العافية. راح نحكي اليوم عن استكمال النقاط المرتبطة بالإلكترومغنيتيك ويف. قبل ما نبلش بالاستكمال بدنا نرجع شوي لموضوع الويف بحد ذاته. فنحن بالأول إذا بدنا نحكي إنه عندي ويف، هاي الويف عندها كاركترستكس. طيب هول الكاركترستكس اذا بدي اجي احكي عنهم جرافيكالي بيطلع عندي انه الويف هي بتنتج عن سورس اوف الكتريك انرجي، اكيد بخصائصها بتكون عندها الامبليتيود وعندها التايم، المسافة التي تفرض من لما تخلق الويف لما بتنتهي بنسميها الويف لينث لامدا، اكيد أقصى مجال بتطلع له أو بتنزل له بنسميه الامبليتيود. وإذا بدي أحسب بالنسبة للتايم فبيطلع عندي المسافة من هون لهون باعتبار الزمن هي البيريود أو التايم needed to create one full wave. طيب بعد ما يطلع معي هو كلهم بيطلع معي خصائص إضافية، بما أنه عندي البيريود يعني في عندي مقابلة لفريكوانسي اللي هي 1 over t، اكيد لانه عندنا السبيد اوف الكتروماجنتيك ويف هي السي اللي هي 3 ضرب 10 باور 8 متر بير سكند اللي هي نفس الفيلوسيتي، بيطلع عندي الفيلوسيتي هي بتساوي اللامدا طولها على التي اللي هي البيريود المستهلك لها، يعني كمان بتساوي اللامدا ضرب الفريكوانسي، وهذه القاعده فينا نطبقها وتعتبر صحيحه بكل الاوقات. هذا بالنسبة للإلكتروماجنتيك ويف كويف بحد ذاتها كخصائص أساسية. طيب الإلكتروماجنتيك ويف أكيد هي عندها إنرجي، ولكن الإنرجي ما فينا نحتسبها نحن مثل أنا أي ميكانيكال إنرجي عادية، وعادة أكتر شيء فيكون عندي الكوانتوم إنرجي. الكوانتوم إنرجي هي مرتبطة أكتر شيء بتكون باللايت والراديشن. طيب الكوانتوم انرجي شو مبدأ؟ لايت ترانسميتد باي لومينوس سورس أو لومينوس أوبجكت، هذا اللايت رح يعطينا شيء اسمه لايت راي، وأكيد اللايت راي اسوسييتد وذ فوتون. الفوتون اللي هي البارتيكل اللي بتحمل الانرجي بقلب اللايت راي. بدي اجي احسب انا قديش هاللايت راي عم يعطيني انرجي وقديش عم يعطيني اشعاع، ففي عنا بلانك حط القاعدة الاساسية اللي نحن لازم نعرفها بس بشكل عام. الانرجي كوانتوم انرجي اوف فوتون اوف مونوكروماتيك لايت، اكيد يعني للفريكوانسي الوحيدة من اللايت مش لكل البيم اوف لايت، بيطلع عنا هي ال h اللي هي ال constant of Planck ضرب الفريكوانسي، اللي كمان فينا نقول هي ال h ضرب c اللي هي celerity of light على lambda، واكيد هي كلها بنحسبها بالفاكيوم. ال h هي constant of Planck، عنا c هي 3 ضرب 10 power 8 meter per second، هيك بنكون حكينا عن كوانتوم انرجي اوف لايت. طيب اذا انا بدي اروح احكي عن الالكتروماجنتيك ويف بحد ذاتها، شو هي بالضبط الالكتروماجنتيك ويف؟ هي البيرتربيشن اوف الكتريك انرجي، واكيد لما بيطلع عندي بيرتربيشن اوف الكتريك انرجي بيطلع عندي ماني لامدا وفريكوانسي، لانه الالكتريك انرجي متعدده المجالات، معناته راح يطلع عندي كذا تايب اوف الكتروماجنتيك ويف، يعني راح يطلع عندي كذا تايب وكذا استعمال، واكيد كل واحد من هول تايب مرتبط باللامدا وبالفريكوانسي. طب انا اذا بدي اروح احكي باختصار types of electromagnetic energy، بنبلش من الراديو فريكوانسي اللي حكينا عنها المره الماضيه، وبنطلع على الجاما ريز، وقبلهم في الاكس ريز، وفي عنا اللايت، وفي قبل اللايت وبعد اللايت عنا الكوميونيكيشن.
فبيطلع عندي انه كل ما الفريكوانسي طلعت لفوق كل ما تغيرت النيتشر تعول الالكتروماغنتيك ويف، واكيد كل ما تغيرت خصائصها وكل ما تغير استعمالتها. هلا نحن بهو كلهم رح نحكي عن ثلاثة كوينت، رح نحكي عن المايكروويف ورح نحكي عن الراديانت انرجي اللي هي ناتجة عن الانتشار الحراري، ورح نحكي مقام يعني مع هذا الراديانت انرجي رح نحكي عن شيء اسمه الانفراريد اللي هو عبارة عن راديشن اللي بتنتج عن الهيت انرجي. طيب، بأول نقطة بالمايكروويف إذا بدي أحكي عن استعمالاته غير الكوميونيكيشن، بيطلع عندي في الأوفن المايكروويف اللي هو عبارة عن السخان اللي بنستعمله بالبيت للأكل. طيب، المايكروويف هي عبارة عن ويف عندها لامدا كتير صغيرة، يعني عندها فريكوانسي كتير عالية. المايكروويف اوفن هو بيعمل ترانسفورم للالكتريك انرجي لمايكروويف انرجي. طيب، كيف بيشتغل المايكروويف؟ بالمايكروويف اذا بدنا نيجي نقول بيكون عندي سورس اوف ويف اللي بنسميه الماجنترون. الماجنترون بيبعث المايكروويف على شيء اسمه مروحة بتكون شكلها معدن او ريفلكتور، وهون بيكون الاكل اللي هو البودي اللي بدنا نسخنه. هول ويفز بيجوا لهون، المروحة بتشتتهم بينتشروا بقلب الاوفن. الاوفن عمليا لما بيعملوا بينتريشن بقلب البودي بيروحوا على بيستهدفوا عفوا الموليكيول اوف ووتر. بس يستارت في المولكيول اوف ووتر بقلب البودي بيعملوا فايبريشن كتير سريع، واكيد الفايبريشن بيعمل فريكشن فبيطلع عندي ثيرمال انرجي. طيب، انا اذا بدي اعطي ايفيدنس لهذا الموضوع بيجي بطلع بلاقي انه اي بودي سخنته على المايكروويف بلاقي انه رح يهيت، بلش من جوا وطلع لبرا. ليه؟ لانه رح يبلش ابتداء من نص البودي. بس بالمقابل اذا انا عندي بودي حطيته على نار بلاقي انه الحرارة بلشت لاترال وعم بتفوت لجوا، وهذا الميزة اللي بنكون فينا نستنتجها عن المايكروويف. طيب، الراديانت انرجي اللي هي الهيت او الثيرمال هي عبارة عن انرجي مثل اللايت. يعني الراديانت عندها خصائص نفس خصائص اللايت. ليه؟ لانه هي ما بدها ميديوم كمان عندها، ممكن فينا نعملها بلوك باي ميديوم. يعني اذا انا عندي هون ريزيستور عم يعطيني ثيرمال هيت، وعندي بادي عم بعمل كولكشن للتمبريتشر او عمالي اعمل كولكشن للهيت هون، اذا بيجي بحط اي اوبستاكل بالنص هون فالحراره بتنعزل ما بتقعد توصل، بشرط انه يكون هذا الاوبستاكل هو دارك او ثيك، فبيطلع عندي انه الهيت ما بينتشر او عفوا ما ممكن ينتقل اذا حطينا بالنص اي اوبستاكل. طيب، فبيطلع عندي انه الراديانت انرجي عند الخصائص مثل خصائص اللايت ويف، بدنا ما بدها ميديوم، ممكن تنتشر بكل الاوقات، بتنتشر جلوبالي، اكيد عندها same nature of light بالانتشار. طيب، بس تنتشر بيطلع عنا نحنا بس يحمل body كتير بيطلع عنا لون قريب للريد، وكل ما زادت حرارته كل ما صار الريد color اعلى. هذا بينتج عن شيء اسمه الانفراريد radiation. طيب، شو هذا الانفراريد راديشن؟ الانفراريد راديشن هي عبارة عن ويف يا بيمتص البادي يا بيكبه لبرا حسب كيف عم يعمل اكستشينج اوف هيت. اذا الهيت او التمبراتشر عم تطلع معناته ابسورب للاي ار، واذا التمبراتشر عم تنزل معناته ديليفر او امت للاي ار. بالمقابل اذا انا عندي بادي
عرضته لحرارة يعني معناته عم ببعث له اي ار راديشن، معناته التمبريتشر عم عليها. بالمقابل اي بادي عم بكب لبرا اي ار معناته التمبريتشر عم تنزل. طيب هذا الموضوع كيف بدي اجي برهن. اذا انا بروح بجيب اي بادي عنده تمبريتشر معين بحطه بقلب ميديوم ما بدي يخسر اي حرارة، اذا انا حطيت هون سورس اوف اي ار راديشن وعم خليها موجهة عليه على طول، فبنلاقي انه هذا البادي ممكن يصير عنده مينتين اوف تمبريتشر، يعني عمليا هذا البادي على طول بضل محافظ على حرارته ما بيخسر. طيب الافيدنس الثاني بالاي ار كيوزز، اذا بدكم عنا الريموت كنترول اللي عم نستخدم في الاي ار، عنا اليوز الثالث اذا بتكون اللي هي الوذر ساتلايت. ليش الوذر ساتلايت؟ لانه الوذر ساتلايت هو بيعمل ديتكشن للانفراريد راديشن اللي طلع على سطح الارض او الغلاف الجوي، بيعرف الحرارة وين عالية وين واطية. واكيد الاكسبوجر للاي ار بكتير مدة زمنية ممكن يعمل عنا بيرن اوف هيومن تيشو، يعني نحن لما بنروح على البحر وبنبقى تحت حرارة الشمس فترة طويلة فاكيد بصير عنا حرق جلد، وهذا حرق الجلد ناتج عن الامتصاص الزايد للانفراريد راديشن اللي عمالة تنزل من الشمس مباشرة علينا.